التكدير هو الكمامه، الكمامه بالنسبه للمريض فقط، القناع الكمامه غير المريض، اما الصحيح لا حاجه اليه. المواطنين يهتموا ما يقلبوا لها كمامات، ما يمشيوا للصيدليه، ما لا مفيد لهم، لانه المرض كاين انتقل بالرذاذ الاطفال. فلذلك راه يمكن يكون الاطفال هنا في الطاوله كندير هكا كنمسعيني كيدخلوا خدر الكمامه، بمعنى انه الكمامه لا تحمي الانسان الصحيح، انما هي خص يديرها المريض باش هو ما يعاديش الاخرين، باش نفهموا الديناميكيه. الا الاطر الصحيه التي هي كدير الكمامه، لان هي معرضه للتفاعل مع الحالات كثيره في اليوم الواحد ويعالجوهم الى اخره، فهذوك عندهم احتياطات خاصه راه مكلفين بها الجهات الصحيه وما عارفينها. ولكن المواطنين العاديين ما خصهمش يعمروا راسهم بهذا الشيء ديال الكمامات، خصهم يغسلوا يديهم مزيان، وخصهم في التجمعات وداك الشيء يحضروا. الا كان شي واحد كيكحاب ولا شي واحد، الا كان شي حاجه ديال شي حاله مثل هذا، باش يديروا احتياطات ويرجعوا للجهات الصحيه وكلما كان هناك. هوية بريس، نحو إعلام هادف.